نعم. فضيلة الشيخ، إجابة الدعوة سنة أم واجبة؟ أي دعوة؟ دعوة يعني الوليمة؟ نعم. أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجبة، بشرط أن يعينهم يقول يا فلان أحضر، وشرط أن لا يكون في الإجابة ضرر علينا. الشرط الثالث أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهيا عن المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يجيب. أما غير وليمة العرس فأكثر العلماء على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وقال بعض العلماء إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وقال إذا دعاك أو قال خمس، وقال إذا دعاك فأجب. فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن إجابة الدعوة إلا لعذر.